بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على محمد وآله، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم. عظم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم بسيد الشهداء. ونحن مقبلون على زيارة الأربعين، والمؤمنون يتوجهون إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكثرة منهم يسيرون. هناك مجال واسع للتفكير لتقوية العقل في تفاعلنا مع قضية الحسين. هناك جانب لا بد أن نثيره، وهو جانب التفاعل العاطفي. تكلمنا عنه في الرثاء، في العزاء، وبشروط. هناك جانب آخر في تبعيتنا لمحمد وآل محمد، في تمسكنا بالقرآن والعترة، هو جانب التفكر. وساعة التفكر خير من عبادة كذا وكذا سنة، كما ورد في الروايات. المسير إلى الحسين، هذه القربة العظيمة، تعطيك مجالا واسعا لتأكد الدائم وتأكيد الثقة واليقين التي نحن عليها من الحق الذي نحن عليه في التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. نؤكد دائما على أن يكون الإنسان واعيا مع أموره الشخصية، مع الأمور الاجتماعية المختلفة، بهذا التفكير، بهذا الوعي، بالتعقل سنحصل على ثواب كثير، سنثبت الدين في نفوسنا، وسنكون ثابتين أمام أي شبهة يثيرها مشكك مشتبه إلى آخره. في زيارة الأربعين فرصة كبيرة للتفكر والتعقل أثناء المشي، أثناء التوجه إلى كربلاء، وأنت في سيارة، وأنت في طائرة، وأنت في وسيلة نقل أخرى. بارك الله فيكم جميعا.